السيدات والسادة نرحب بكم من استديوهاتنا بقناة عاد ونطل عليكم بنشرة إخبارية مفصلة والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشيد بالموقف الصيني إلى جانب الشعب اليمني ويلتقي سفيري أستراليا ونيوزيلندا. رئيس الوزراء يرأس إجتماعاً لقيادة وزارة النفط وعدد من الشركات والهيئات التابعة لها. محافظ حضرموت يدشن المخيم الطبي التطوعي لجراحة العظام وتغيير المفاصل بهيئة بن سينا بتمويل من مركز الملك سلمان. مدير تربية ساحل حضرموت يدشن اختبارات الفصل الدراسي الأول ويلتقي بإدارة التربية بمديرية غيلبا وزير. محكمة الشحر الابتدائية تشهد حفل الاستلام والتسليم بين الرئيس الخلف والسلف. ومن العناوين الى التفاصيل اهلا وسهلا بكم. استقبل رئيس مجلس القياده الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم بالقائم باعمال السفاره الصينيه لدى اليمن شاو تشينغ للبحث في مستجدات الوضع اليمني والعلاقات الثنائيه بين البلدين الصديقين وفي اللقاء اشاد الرئيس العليمي بالعلاقات اليمنيه التاريخيه مع جمهوريه الصين الشعبيه مريباً عن تقديره للدعم الصيني المشهود في مجالات البنى التحتيه. والخدمية على مدى العقود الماضية. وصولاً إلى موقف بكين الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الميليشيات الحوثية الإرهابية. من جانبه أكد القايم بأعمال السفير الصيني التزام بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. والانفتاح الصين على كافة أشكال التدخلات الإنمائية والخدمية المطلوبة للتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن كما استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم سفيري استراليا ونيوزيلندا غير المقيمين مارك دوفان وبارني رايل للباحث في مسجدات الوضع اليمني والجهود الدولية المطلوبة لردع تهديدات الميليشيات الحوثية للسلم والأمن الدوليين واطلع الرئيس العليمي سفيري استراليا ونيوزيلندا جهود الاصلاحات التي يقودها المجلس والحكومه في القطاعات الخدميه والاقتصاديه والانسانيه وتداعيات الهجمات الارهابيه الحوثيه كما تطرق اللقاء في العلاقات الثنائيه مع البلدين الصديقين وفرص عزيزها على المستويات كافه ترأس رئيس الوزراء الدكتور بعين عبد الملك اليوم في العاصمة عدن اجتماعا لقيادة وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات والهيئات التابعة لها حيث جرى مناقشة أداء الشركات الوطنية واحتياجاتها وأهمية تطوير قدراتها بما يمكنها من إدارة القطاعات المنتجة وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استكمال إنهاء انقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية مشدداً على ضرورة استكمال تدابير السلامة والحماية في مختلف المنشآت النفطية، وأن يكون ذلك أولوية في عمل الوزارة وأجهزتها المختلفة. وقدم وزير النفط والمعادن تقرير حول الوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز في السوق المحلية بمختلف المحافظات، والذي أكد أنه مستقر ويوجد احتياط مناسب لتغطية السوق المحلية لفترة جيدة. كما وجه رئيس الوزراء وزارة النفط والمعادن بأهمية الاستمرار في بناء احتياطات من المشتقات النفطية والغاز المنزلي لتغطية الاحتياجات السوق المحلي في مختلف المحافظات. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك خلال لقائه اليوم في العاصمة عدن مدير عام شرطة محافظة شبوه العميد الركن فؤاد النسي حرص الحكومه على دعم كل خطط تامين الموارد الاقتصاديه الحيويه للبلاد باعتبارها مهمه رئيسيه للدوله على المستوى المركزي والمحلي وترتبط بالحفاظ على مصالح وحياه الشعب اليمني وتخفيف معاناته التي تسببت بها مليشيا الحوثي الارهابيه واستعرض العميد النسي الخطط الامنيه والخطوات التنسيقيه مع القوات المسلحه لحمايه المصالح الاقتصاديه الحيويه بالمحافظه كما أشاد رئيس الوزراء بالجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمحافظة شبوة، موجهاً بتوفير عدد من الاحتياجات اللازمة للأجهزة الأمنية في المحافظة للقيام بواجباتها ومهامها. أكد وزير الخارجية وشون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية قد تعدت كونها ممارسات تمر الداخلي. أو تهديد محلي وباستهدافها الموانئ وخطوط الشحن الدولية تقدم ميليشيا تأكيدا جديدا أنها تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم أمام الجلسة الخامسة للنسخة الثامنة عشر لمؤتمر الأمن الإقليمي حوار المنامة والذي تستضيف العاصمة البحرينية المنامة لمدة ثلاثة أيام. كما أشار بن مبارك أن إحلال السلام في اليمن يعتبر ضمانًا أساسيًا للأمن البحري وحرية الملاحة الدولية، داعيًا المجتمع الدولي لفهم صحيح لطبيعة الميليشيات الحوثية، وممارسة ضغوطات فعالة عليها عبر تصنيفها منظمة إرهابية. وعلى صعيد متصل وفي إطار اللقاءات التي يجريها الوزير بن مبارك على هامش مشاركته حوار المنامة وقد التقى الوزير بن مبارك المبعوث الخاص للحكومة الصينية لمنطقة الشرق الأوسط تشاي جيون وناقش بن مبارك الخطوات التصعيدية للميليشيات الحوثية الإرهابية مشيراً إلى أهمية قرار مجلس الدفاع الوطني تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ومطالبا دعم الاجراءات التي ستتخذها الحكومه تنفيذا لذلك القرار من جانبه اكدت شاي جيون دعم بلاده لمجلس القياده الرئاسي وكل ما يضمن امن واستقرار اليمن الجهود الامميه الراميه لتحقيق السلام كما التقى الوزير بن مبارك نظيره وزير الخارجية البريطاني جيمس كيرلفرلي، وأوضح ابن مبارك أن الحكومة اليمنيه قدمت تنازلات كبيرة في سبيل إنهاء معاناة المواطنين وإحلال السلام، والتزمت بشروط الهدنه في حين عرقلت ميليشيا الحوثي الإرهابيه جهود تمديدها، لافتًا إلى تبني الميليشيا مؤخرًا لما يسمى بمدونة السلوك الوظيفي، أصبح يمثل أحد العراقيل أمام مساعي تحقيق السلام. من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي واستقرار اليمن واستمرارها في المساهمة لإنهاء الحرب وإحلال السلام بحث رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز أمس السبت مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوليرا التعاون العسكري وتنفيذ الاتفاقات السابقه بين الجانبين. وخلال اللقاء الذي جرى على هامش حوار المنامه، اطلع رئيس هيئه الاركان العامه الجنرال كوريلا على مجمل التطورات الميدانيه وخروقات ميليشيا الحوثي الارهابيه للهدنه المنتهيه، والخسائر البشريه التي تعرض لها الجيش خلال فتره الهدنه، لافتا الى ان الميليشيا تجد في القتال والارهاب خدمه للمشروع الايراني التخريبي في المنطقه. من جانبه أكد الجنرال كوريلا استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنيه وكل الخطوات التي تحقق الأمن والاستقرار لليمن، معبراً عن إدانته للتعنت ميليشيا الحوثي المستمر لكل الخطوات الرامية للسلام. نعم محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، الخبير الاقتصادي والكادر الأكاديمي المعروف أستاذ كلية الاقتصاد بجامعة عدن ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء أسباق الأستاذ محمد عبد الله بشراحيل، الذي وافاه الأجل اليوم بمدينة الشحر، وأعرب المحافظ عن خسارة المحافظة لرحيل الأستاذ محمد عبد الله بشراحيل، الكادر والقامة الاقتصادية الوطنية، مؤكدا وفاء المحافظة والوطن لعطاءاته في خدمة وطنه بإخلاص وتفاني، ورفع المحافظ تعازي قيادة السلطة المحلية لأولاد الفقيد وأسرته وذويه. سائلا المولى تعالى ان يشمله بالرحمه والمغفره، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. دشن محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اليوم بهيئه مستشفى ابن سينا بالمكلا، المخيم الطبي التطوعي لجراحه العظام وتغيير المفاصل الذي يقيمه مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه. وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وإدارة هيئة مستشفى ابن سينا، ويقدم المخيم الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر الجاري خدماته للمرضى من حضرموت والمحافظات المجاورة بإشراف فريق فني استشاري طبي محلي ومن المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. وفي ذات السياق عرب المحافظ بن ماضي عن شكر قيادة السلطة المحلية وبناء حضرموت للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وللمشاركين من استشاريين محليين ومن المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة بسبب الظروف الحالية للمرضى وصعوبات السفر للخارج دشّان المحافظ مبخوت بماضي اليوم بحرم رئاسة جامعة حضرموت بالمقلة مركز جامعة حضرموت لتدريب الطلاب الذي يعد الأول على مستوى الجامعات اليمنيه، واطلّع المحافظ ومعه نائبي رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبد الله بابعير والدكتور سالم العبثاني وأمين عام الجامعة عبد الله عيديد على مكونات المركز الذي يحوي قاعات للتدريب ومختبر علمي، وأكد المحافظ أهمية المركز في خدمة طلاب الجامعة والجامعات اليمنيه. والمؤسسات والإدارات الحكومية والمجتمع عبر إقامة برامج تدريبية في المهارات الحياتية العامة والمهارات التخصصية ودشن محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي اليوم بمركز جامعة حضرموت لتدريب الطلاب بالمكلة الدبلوم التدريبي لإعداد التربية الخاصة لمعلمات التوحد ويشرف على الدورة التي تشارك فيها 47 معلمة من مؤسسة حضرموت للتوحد بالمكلة وتقام بالتنسيق بين الجامعة والمؤسسة، خبراء محليين ومن جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية يقدمون معارف حول أساليب وفنون التربية الخاصة وكيفية التخاطب مع أطفال التوحد والتكامل الحسي وأسلوب النطق وأشهد المحافظ بإقامة مثل هذه البرامج النوعية لمعلمات التوحد بإشراف استشاريين محليين وعرب، لتقديم خدمات إنسانية ومعارف وخبرات لشريحة مهمة لإدماجها مع نظرائها في المجتمع. دشن المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد مضجع سعيد المنهالي اليوم الأحد، دورة تدريبية نوعية لمنتسبي أمن مديرية مدينة المكلا، في التعامل مع الحاسوب الآلي. ونظام قاعدة البيانات للحوادث الجنائيه والقضائيه وشدد العميد المنهالي على اهميه الاستفاده من الدوره التي تهدف الى تزويد المتدربين بمهارات ادخال المعلومات والبيانات مؤكدا على ضروره مواكبه العصر الحديث من خلال تاهيل فريق امني يعمل على تخزين بيانات القضايا والحوادث الجنائيه بجهاز الحاسب الالي لتطوير الاداء في اقسام من مديريات المكله دشن مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي للمرحلة الأساسية والثانوية في عدد من مدارس وثانويات مديرية غيلبا وزير وخلال الجولة التفقدية برفقة مدير عام المديرية ورؤساء الأقسام بإدارة التربية بالمديرية اطلع بعباد على سيرة العملية الاختبارية مشيدا بمستوى الإعداد والتهيئة للعملية ويتقدم الأداء لاختبارات الفصلية لهذا العام الدراسي حوالي 16 ألف طالب وتلميذ بالمرحلة الأساسية و20 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية على مستوى مديريات المحافظة إلى ذلك رأس الأستاذ أمين بعباد لغا ضم قيادة ورؤساء الأقسام بإدارة التربية والتعليم بالمديرية ويأتي اللقاء ضمن خطة ورؤية قيادة مكتب الوزارة في تفقد واقع العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات. وتطرق عباد إلى جملة من الخطوات والإجراءات الجديدة التي تنتهجها قيادة مكتب التربية بالمحافظة في تفعيل جانب عمل الحاسوب لربط الجانب النظري بالتطبيق العملي وإدخال طرق المهارات الحياتية التي تساعد الطلاب في الاندماج في سوق العمل. دشن مدير عام مديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد بعكابة بمعية نائبه الأستاذ مصبح العبد البحسني ومدير مكتب التربية بالمديرية الأستاذ محمد سعيد القرزي عملية الامتحانات الفصلية في عموم مدارس المديرية والتي يتقدم أداءها حوالي 23 ألف طالب وطالبة وتفقد بعكابة خلال التدشين سير الامتحانات في ثانوية بامطرف ومدرسة النوبان مشيدا بمستوى الالتزام للإجراءات والضوابط المنظمة للامتحانات متمنيا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة في التحصيل العلمي للمديرية بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن حركة التنقلات في محاكم حضرموت ومن ضمنها محكمة الشحر الابتدائية تم بمدينه الشحر وعلى ضفاف محكمتها الابتدائيه حفل الاستلام والتسليم بين الرئيس الخلف والسلف وبحضور عدد من القضاء والسلطات المحليه بالمديريه. تفاصيل اكثر في سياق هذا التقرير. مصداقا لقوله تعالى: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". ولهذا المبدأ والعدل أساس الحكم. والله سبحانه وتعالى قد أسمى نفسه بالعدل. منطلقا لقوله تعالى: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" وتطبيقا لهذه الآيات الكريمة: "ولأن العدل أساس الحكم" يأتي هذا الاحتفاء لعملية الاستلام والتسليم بين القاضيين هاني حداد وأبو بكر الخليفي لمحكمة الشحر الابتدائية. بعد صدور القرار الوزاري لعدد من المحاكم بساحل حضرموت. الحفل شهد حضور عدد من رؤساء أقسام المحكمة والسلطة المحلية والشرطة القضائية وموظفي محكمة الشحر الذين شهدوا إجراءات التسليم والاستلام. وحقيقةً إنها لمسة وفاء جاءت من أهل الوفاء وجاءت تحديداً في محكمة الشحر. هذه المحكمة المفصلية المحورية إذا لم تعد بمثابة محكمة ابتدائية عادية زي مديرية أخرى بالعكس الشحر هي تاريخ القضاء الشعر هي منجبة للقضاة والعلماء والأدباء والفنانين والمجاهدين كل هذا التاريخ في مدينة الشهر موجود في حاضنة لكل الشرايح المجتمعية وحاضنة حاضنة لكل الكوادر والقيادات السياسية والقضائية والسلطوية محكمة الشحر الابتدائية تسعى إلى تحقيق العدالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون اتوالت على هذه المحكمة عددا كبيرا من القضاة يضاهي المئة قاضي وما يزيد رئيس محكمة الشحر السلف أكد على دور المحكمة في حلحلة الكثير من القضايا المتعلقة بعدد من الجوانب الفنية مشيدا بالتكريم الذي أجري من قبل موظفي المحكمة ومتمنيا التوفيق للرئيس الخلف وحقيقة التكريم اللي بيتم اليوم من قبل الموظفين والزملاء وكذلك السلطة المحلية فوق التصور يعني ما كنت اتصور بيعملون بهذه الطريقه لكن المحكمه تستحق هذا لان سمعه المحكمه وسمعه القضاء في الشحر يعني من الشرف لي اني اعمل قاضيا في محكمه الشحر القضاه الكبار العلماء اللي تناوبوا على العمل في محكمه الشحر امثال القاضي عبد الله عمر بامخرمه والقاضي عبد الله محفوظ الحداد هؤلاء من كبار العلماء والتقاه والصالحين الذين يستحقون العمل القضائي بجدارة ونحن إنما نتشرف أن نحن عملنا في هذا المكان وفي هذا الصرح القضائي لخدمة المواطنين على ما فينا من جهد وتقصير وقصور وخلال حفل الاستلام ودعت الشحر القاضي هاني حداد الهامة القضائية الكبيرة والذي يعد علما من أعلام القضاء في محافظة حضرموت والوطن أجمع حيث أشاد الحاضرون بجهوده التي بذلها خلال رئاسته لمحكمة الشحر والإنجازات التي خلفها في ضم العديد من المتعاقدين للمحكمة وحل الكثير من القضايا المختلفة وودع أولا زميلي القاضي هاني حداد متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديده واسال الله ان يوفقنا للقيام بمهامنا في هذه المحكمه واحب ان اشير الى ان الاحداث التي مرت ولا زالت تمر بها البلاد وهي احداث استثنائيه قد القت بظلالها على كل مرافق الدوله ومنها مرفق القضاء وفي ختام الحفل تم تكريم القاضي هاني بدرع الشكر والتقدير نظير جهوده المبذوله والانجازات التي حققها خلال فتره توليه رئاسه محكمه الشحر الابتدائيه وكما كرم الموظفين المتقاعدين بالمحكمه اطلع رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت العميد الركن سعيد أحمد المحمدي على نشاطات القيادة المحلية للمجلس بمديرية الريدة وقصيعر والصعوبات والتحديات التي تواجهها وذلك خلال لقائه في مكتبه بالمكلا اليوم برئيس القيادة المحلية للمديرية الأستاذ عبد الله الجمحي وحث المحمدي رئيس قيادة انتقال الريدة وقصيعر على بذل المزيد من الجهود والعمل مع الهيئة التنفيذية مؤكدا على أهمية معالجة المشاكل الداخلية وتجاوز التحديات والصعوبات أولا بأول وعدم ترحيلها حتى لا تؤثر على أداء القيادة المحلية وتحد من نشاطاتها، أكد محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر على أهمية دعم قطاع الشباب والرياضة والأندية الرياضية وتفعيل دورها في تنشيط مختلف الألعاب، وذلك خلال لقائه اليوم بالهيئة الإدارية واللجنة الإستشارية لنادي الساحل بمديرية سيحوت، ووجه المحافظ بن ياسر فرع شركة النفط بتوفير حافلة نقل وإدراج مشروع تسوير ملعب كرة القدم ضمن موازنة 2023، وبناء مقر للنادي وتسوية ودك أرضية الملعب بتمويل من السلطة المحلية، كما وجه بصرف مبلغ مالي دعما للنادي. كما اطلع المحافظ بن ياسر على أنشطة واحتياجات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة خلال لقائه بمدير عام المكتب الأستاذ فايز سهيل بالحاف ووجه المحافظ بن ياسر بدعم إقامة دورات تدريبية لمركز تنمية المجتمع بمديرية قشن في إطار جهود السلطة المحلية في تقديم التسهيلات الممكنة هذا ووجه المحافظ بن ياسر بدعم نادي اتحاد المسيلة الرياضي بحافلة نقل وبناء غرفتين مع خدماتها كمقر للنادي جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم بإدارة وبعثة نادي اتحاد المسيلة كما وجه المحافظ بتأهيل ملعب كرة القدم وصرف مبلغ مالي لبعثة النادي مؤكدا دعم السلطة المحلية لكافة الأنشطة الشبابية في مختلف المجالات. أسقطت وحدات القوات المشتركة صباح اليوم الأحد طائرة مسيرة بدون طيار لميليشيا الحوثي الإرهابية في سماء مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، وتواصل الميليشيا المدعومة من إيران استهداف المناطق المدنية في أنحاء المحافظة لتهجير السكان سواء عبر المسيرات أو زرع الألغام في أنحاء المدينة. وصلنا إلى ختام نشرتنا اليوم، وإليكم تذكير بأبرز العناوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشيد بالموقف الصيني الى جانب الشعب اليمني ويلتقي سفيري استراليا ونيوزيلندا رئيس الوزراء يرأس اجتماعا لقيادة وزارة النفط وعدد من الشركات والهيئات التابعة لها محافظ حضرموت يدشن المخيم الطبي التطوعي لجراحة العظام وتغيير المفاصل بهيئة بن سينا بتمويل من مركز الملك سلمان مدير تربية ساحل حضرموت يدشن اختبارات الفصل الدراسي الأول ويلتقي بإدارة التربية بمديرية غيلبا وزير محكمة الشحر الابتدائية تشهد حفل الاستلام والتسليم بين الرئيس الخلف والسلف وفي ختام نشرتنا نتمنى لكم متابعة طيبة لما قدمناه لكم وإلى الملتقى ومشاهدة طيبة مع كاس العالم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته